كان في طريقه إلى المنزل، وفجأة لاحظ هذا الشيء، وعندما اقترب منه كان صلوا 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 على رسول الله. عاد رجل إلى منزله يوما ووجد في انتظاره مفاجأة كبيرة، وقد بدت وكأنها مفاجأة مذهلة، حيث وجد مجموعة من صغار البط وحيدين مع بعضهم بدون أم. بدأ يبحث الرجل بالجوار عن أمهم، ربما يعثر عليها ويجمعها بصغارها، لكنه وجدها متوفية. لذا حملهم عن الطريق وبقوا متلاصقين مع بعضهم البعض ليحصلوا على التدفئة والحرارة اللازمة. عاره أحد الأصدقاء صندوقا يجمعهم به كي يبقوا بأمان. قال الرجل: عندما أخذتهم للمنزل ساعدتني زوجتي وبناتي أن نعد لهم منزلا ارتجاليا كي يبقوا فيه. وفيما بعد كان صغار البط يقفزون خارج منزلهم، وعندها حاولت الفتيات إيجاد حل كي يبقوا في منزلهم ولا يقفزوا خارجه مرة أخرى. كان هذا ما صرح به الرجل، ولكن تمكنت الفتيات من إنتاج منزل صغير مع لمبة إضاءة للتدفئة، وبدأ صغار البط يعتادون على المكان ويشعرون بالاستقرار والطمأنينة في منزلهم الجديد، وكانوا يشربون الماء من الأطباق ويجلسون فيها. قدمت هذه العائلة كل الوسائل الممكنة كي تبقي صغار البط على قيد الحياة. هذا الرجل عثر على صغار البط في الشارع وأنقذهم من الخطر، ومنحهم مأوى جديدا، وقدم لهم الرعاية الجديدة حتى يعيشوا في بيئة آمنة، ولم يمت أي واحد منهم، بل كبروا وازدادوا حجما. ويعد هذا مثالا يجب أن نقتدي به في رعاية الحيوانات. اللحظة الحلوة ما تتكرر، في الذكرى تبقى ما تتغير. لو صار اللي ممكن يفسدها امسك أعصابك لا تتهور، خلها في بالك دايم وتذكر، لا تحكم على الظاهر وتقرر. تصفى الأرواح نعيش اللحظة ونتجاوز كل اللي راح، يكفي لنا الحب وفطرتنا تعشق الأفراح. تصفى الأرواح لا تسمح للحظة تتعكر، خل ظنك خير وقلبك أكبر، اللحظة الحلوة ما تتكرر.